شعر المواطنون اليوم بدرجات حرارة عالية قد تكون الأشد منذ بداية الصيف، ما دفعهم إلى شرب السوائل بكثرة. موقع طقس العرب قال إن كتلة هوائية حارة أثرت على البلاد قد تمتد إلى مطلع الأسبوع المقبل، ويتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى نهار الغد والسبت 40 درجة مئوية في شرق العاصمة، وقد تقترب من 45 درجة في جنوب وشرق المملكة. الموقع حذر المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ودعاهم للإكثار من تناول السوائل والمشروبات الباردة لتفادي حدوث ضربات الشمس ومضاعفاتها.